احنا عندنا الاندكس بوينت دي ميل، شو بوينت دي ميل، نيو بوينت دي ميل، وليديت بوينت دي ميل، كلهم نلقاهم في الدوسي بتاعنا. كي ندخلو نلقى فورميلاغ، ولينا عندي شوية باك مشكور مني. هو الدوسي اللي صنعه متقوى موجود في الاب، وتهبط للريسورس فيو. واش باش خليني الابليكاسيون مش خاطر بون، تهبط للاب ريسورس فيو، ومن بعد في الفيو تحل تلقى عندك دوسي جديد انونس مخدوم. هذه ريتوها الاب الفوق، بعد الاب عندك كونفيك، بعد الكونفيك عندك ريسورس، من بعد تهبط للفيو تلقى عندك دوسي انونس تصنع جديد، وعندك ليديت، عندك الاندكس، عندك نيو، وعندك شو. هذا كل لازم يكونوا عندك موجودين. ليديت نعرفوا شو معناها، شفناها في الفيديوهات الاخرين، معناتها كل ما هو موديفيكاسيون. عندك الاندكس هو اللي يعطيك الليست برانسيبال، عندك النيو كل ما تصنع حاجة جديدة انونس جديدة لهنا لتخدم، وعندك الشو كل ما تكليك على انونس معينة صنعتها دونك يفيشي. والدوسيات هاكل الكل تلقاهم مربوطين بالدوسي دي باز، يصنع لك الدوسي دي باز هذا يتربطوا مع هذا. اوكي بون، انا طبعا حبيت ما نربطهمش مع الدوسي دي باز، ما نربطهمش مع هذا. مشيت صنعت دو فيشي اخرى سميتها انونس بوان هاش تي ام ال بوان تويك، ونحب لي كات هذوم لي جدد اللي صنعهم لي نحب نربطهم بهذي بالانونس بوان هاش تي ام ال بوان تويك. اوكي مش حاجة كبيرة، نمشيو نكملو الخدمة اللي لازمنا نخدمها. ينفو عملنا الكوموند هذيك ومشيت، لازمنا توا نعملو كوموند اللي تجنيرينا الباز دوني متاعنا. الباز دوني كنشوفو لازمنا معناش للطابل الأنوس. نحطو لنا نحطو اكزيكيت.
التابل متاعنا كيفاش نعرفوها. التابل متاعنا يلزم ديما الكونفيغوراسيون تربط التابل متاعك مع سامفوني تجي لي البارامتر لنا هذا. دونك التابل متاعنا هي بروجي فور بروجي فورمولا هذه التابل متاعنا. هي نفس التابل اللي خدمنا عليها التوتوريالات القدم متاع الفورمولار. طبعا باش نكملو نخدمو معناتها عليها باش تكمل تعطينا التابل انونس. دونك عنا هنا تابل فورمولار كي القديم نمشيو طبعا نحاولو نجينيريو باش نخدمو تابل انونس. نجيو نقولولو بي اتش بي بين سلاش كونسول شيما انا رير في دكترين انسيتي دكترين شيما دي بوان ديت ديما لازمكم تثبتوا كي تبداو تكتبوا في لي كوموند تنساو حتى شي. بون لينا راكم شفتوا زاد لنا تابل في الباز دو دونك نعملو هكا نورمالمون عندنا تابل زاد انونس. هاك شفتوا فما تابل انونس زاد هنا هاي زاد تابل الانونس. والتابل الانونس شنو فيها؟ فيها لي زيليمون اللي لسنا عليهم من بكري. عنا تيتر عنا نومبر نوم تاع لونتربريز عنا لي عنا ديسكريبتيف وعنا لي بري هذوك اللي خدمناهم من بكري. نجيو نرجعو للدوسي متاع للسيت متاعنا توا باهي لنا فما كوموند سهلة باش تعرف شنو تكتب. متقول شي نورمون قال هنا من بكري نعملو انونس ونعرفو ونكليكي وندخلو للوحدة متاعنا. مي بون معناتها لازم نعرفو شنو هو الروت اللي عنا في السيستم تاعنا. نجيو نحطو في اتش بي بين سلاش كونسول ديبيك دي بون اوكي طلع الروت الكل اللي عندك في الباز دوني اللي عندك في السيمفوني البروجي متاعك. هذم لي روت نتاع الفورمولير اللي قدم وعنا روت نتاع لي زانونس. هذا الروت نتاعنا عنا روت انونس نيو باش نصنع انونس انونس سلاش اي دي باش نعملو نافيشيو انونس معينة انونس اي دي باش نعمل موديفيكاسيون. باهي نجيو نعملو ملا سلاش انونس نمشيو للاندكس نعملو سلاش انونس نحط الكونتري
عنا هذه الليست الكوليكي متاع لي زانونس تطلع لنا، لنا عنا بوتون نصنع بيه نوفيل انونس، فلا طلعنا الفورميلار باش تصنع النص، عندك تيتر نون تاع لونتربريز لي ديسكريبتيف والبري، ونختارو احنا مثال هذا تيتر. عندنا مثال نون تاع لونتربريز نختارو هذا، عنا اللي نختاره هذا، وعنا ديسكريبتيف ناخذ ديسكريبتيف هذا مثال. والسالير نحط مثال 2000 مثال، نعمل كرياسيون. شفتوا الأنونس نتاعنا تخدمو، تو كي نرجعو لليست نلقاوها أونجستري، ونشوفو في الباز دوني نلقاوها زادها. هكذا زادها الباز دوني تاعنا، ولهني عنا ليست. هاكم شفتو هاذيك توا الليست، معناتها كل ما تزيد انونس باش تطلع لنا. دونك هاك شفتو ساهلة ومتطلبش برشا تعب، معناتها دي ليني دي كوموند تخدم لاجو الموديفيكاسيون سيبريسيون كل تخدمهم. معناتها هاذيك في اي وقت تنجم تعمل ايديت تبدلها تموديفيها وكل شيء. باهي ان شاء الله الفيديو الجاي، ان شاء الله الفيديو هذي عجبتكم، الفيديو الجاي ان شاء الله نخدمو على السي اس اس، نبدلو في السي اس اس. نتلاقاو في الفيديو الجاي.